يسعد كل اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي منين ما كنت عم تتابعوني برحب فيكم جميع بتشكركم كتير على دعمكم وكلامكم الحلو يلي دائما بتكتبوا بالتعليقات عنجد شكرا من القلب لكل حدا عم يدعمني ولكل حدا مستمر معي لحد هذا الفيديو اليوم حابه اشارك معكم هذا الفلوج ببدايه السنه الجديده ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير بتمنى لكم هيك سنه تكون مليانه فرح وتحققوا فيها كل شي بتتمنوه يا رب هذا الفلوج المنتظر بتعرفوا انا هيك كل شهر شهرين بشارككم بفلوج طويل فبيكون متنوع يعني في عده شغلات روتين مشتريات او عم حضر بعض القصص يعني بيكون منوع فيه افكار كتير وهذا النوع من الفيديوهات بصراحة أنا من نفسي ما كتير بحب لأنه بده ياخد وقت كتير يعني فيديوهات الروتين عن جد يعني ما أنا سهلة أبدا من الفيديوهات الصعبة لما بنعمل فيديو وصفة بسيطة هيك شغلت مثلا سبعة من دقائق غير لما بنعمل فيديو بصراحة هذا مدته ساعتين ونص يعني اختصرته لحد هذا الوقت على قد ما في شغلات وفي شغلات أجلتها لفلوج تاني فهيك كثير صبايا بيحبوا هذا النمط من الفيديوهات وان شاء الله هيك ينال اعجابكم تستمتعوا فيه حبيت اعمل تغيير شوي بالقعدة اللي بتابع فيديوهات السابقة بيعرف كيف كانت هاي القعدة قبل وكيف كان شكل الصالون هو كله مفتوح على بعضه مع المطبخ هيك كل فترة بغير قلت بدي اغسل وجاه المخدات لان وقت وصلنا ما غسلتن ولا مرة يعني هدول طبعا انا من شهرين قبل تسجيل هذا الفيديو صورتهم بس هيك بجمعهم مع بعض من فترة ثلاثة شهور وصيت على شوية أغراض من حساب على الإنستا بجيب بضاعة من أيكيا فقلت بدي أغير شوي بالمطبخ يعني هاي المنظمات بتحسه عن جد يعني حقها معه وبتوفي بالغرض يعني بتساعد ست البيت تكسب مساحة كتير منيحة بالمطبخ وتحط هاي المنظمات تستفاد من المساحات اللي رايحة هيك بدون شيء هلا بشوفكم هاي المنظمات كيف استفدت منها ونظمت قلب الدرفات والدروج عن جد حتى يعني لما بنجيب قطعه للمطبخ او للبيت بتحسه هيك بالتجديد حتى ست البيت بتحس هيك برياحها اكتر وبتصير بتحس البيت احلى بالنسبة لهلأ هلا يمكن الرجال يعني هيك قصص ما كتير يعني يحسوا فيها او مو كتير ما بيحسوا فيها ابدا يعني ست البيت بتحس انه هذا البيت يعني هي يلي بتزينه هي يلي بتنظفه هي بترتبه فبتحس حالها انه عم تتعب ببعض القصص او بحاجه انها تغير فبتجيب شغلات تناسب طبعا الرجال بتعرفوا يعني اغلبهم اغلبهم يعني حتى لو كان مقتدرين او غير مقتدرين ما بيحبوا لا المشتريات ولا التسوق ولا بتحسون بيحبوا هذا الوقت او الانتظار فانا هون وصيتهم على الانترنت لا رحت ولا اجيت سوقت على الانترنت هي احلى شغله ومو دائما كمان يعني الانترنت بنجيب منه بضاعه مثل ما بدنا سبحان الله يعني هي نصيب مرات بتلاقوا فقلت هالمره لا اتجرأ وجيب بما انه عم يقولوا ايكيا فحسيت البيج كتير يعني صادقين بس ضلوا شهر لحتى وصلوني، يعني حسيت فترة الانتظار مو ديعانة، آه كتير هيك شكلهم حلو ومرتبين ونوعية المعدن رائعة بتتحمل، آه مطليين هيك باللون كمان الأبيض الثابت، يعني ما بينخدشوا، يعني مبين بالفيديو نوعيتهم بتتحمل، هلا بشوفكم ضمن الفيديو آه كيف نظمت المطبخ وغيرت هيك شكل الدروج والدرفات عن جد بيفرق حتى بصير التعامل مع الدرفات أريح يعني لما بدي أفتح أخذ شغلي بحس بأريحية عم باخد الغرض آه يعني في عن جد أفكار متعوب عليها كتير آه صح بتكون شوي آه غالي بس عن جد بتستحق هاي المنظمة كتير حبيتها لقلب الدروج آه فينا هيك نصغرها ونكبرها حسب نحنا قدي آه بدنا نستعمل منها فأنا بدي أخذ منها قطعة ما بدي أحطها كلها لأن الدرج عندي آه بدي أحط قسم فيه صحون وقسم فيه بدي أحط هاي التواصل صغير الناعمة اللي بتشوفوا كيف آه فيكم تستعملوا كمان للطناجر فيكم تستعملوا للكاسات للفناجين لكتير شغلات حتى لما بنفتح الدرج ونسكره ما يطلع لهم صوت او يدقوا ببعض فعن جد فيها فواصل هيك حلوة فيكم تثبتوه حسب انتو شو بكون تحطوا عليها طبعا اذا حبيت حط بالدرج كله الكبير برجع برجع القطعة بالنص بتعرفوا هلا المطابخ العصريه كلها عم تعتمد على الدروج الكبيره وفعلا عمليه ولسه احلى من الدرفات اللي بيجوا هيك طبقتين فوق بعض فتحسوا هيك درجين يطلعوا فيك تسحبيه بكل اريحيه وتحطي فيه كتير شغلات وبيتحمل منيح يعني هالافكار عن جد بتحسوا عم يطلعوها كتير ريحت ست البيت وحتى يعني شكلها بيطلع احلى تغيير شوي عن الكلاسيك حبيت كتير فكرة الفواصل حتى لما نفتح الدرج ما يدقوا ببعض وخاصة إنه كل زجاج ما يتكسر عن جد أفكار رائعة نوعية بلاستيك عن جد سوبر يعني نوعية ممتازة حتى منظمة الصحون عطت شكل حلو حتى صاروا هيك متناول الإيد كانوا فوق بعضهم بدي أشيل الصغار لأخذ اللي تحت أو اللي أكبر فهيك صار بكل سهولة أسحب المقاس اللي بدي إياه مين عندهم هاي الأفكار يشاركني كمان بالتعليقات وشو رأيكم وكيف لقيتوا تجاربكم معهم جمعت كل شيء بايركس وجاطات للسكب حطيتهم بدرج واحد كانوا كمان كل واحد بمكان فهيك صار منظم أكتر يعني صار علي أسهل أكيد ست البيت هي الوحيدة اللي بتعرف إنه هذا الشيء أريح لها أما الباقيين اللي بالبيت بتحسوا غير مسؤولين يعني بس بيقعدوا بيسألوا حتى هلأ والله ابني وزوجي صاروا يلاقوا الغراض اسهل من قبل كانوا كتير يسالوني هلا صار كل شيء واضح قدامهم خاصه اذا حابين يعملوا شيء وانا ما كنت موجوده او ما بدي ساعدهم بالمطبخ هني حابين يعملوا شيء فهيك صار اسهل للكل صح الرجل بيقول انه ما اختلف بس صدقا مع الوقت بيختلف بيحس بس بتعرفوا هني يحبوا يعترفوا ما هل هنا في المهم نحنا نكون مرتاحين هاي الدرفي جمعت فيها الطناجر كلهم وحطيتهم مكان واحد كنت حاطتهم بالدروج محل الأزاز وهلأ تنظموا كل شيء صار لحال هاي الدرفي صايرة فوق حنفية المطبخ جبت لها كمان هاي لقلب الدرفي لحتى أكسب مساحة أكتر كمان هاي بنعلق فيها فناجين أو مجات أو هيك إذا بدنا نشرب شيء سريع فبيكونوا بمتناول اليد انا كنت حاططهم هيك بدرفي لحال فوق الميكروويف بعد شوي هون مطبخ البيت للاسف درفاته كتير عالين البيت يلي قبله واغلب البيوت اللي شفناها او عند اصدقائنا بتحسوها ستاندر واحد يعني بتقدروا بتجيبوا من اعلى نقطه اي شيء بدكم اياه بدون ما تستعينوا بكرسي او بسلم او باي شيء حتى هذا الشيء صار معنا ببيتنا بسوريا انه رغم نحنا فصلنا كل شيء على ايدنا وعملنا ستاندر معين فالبلاط الله يسامحه راح على المجلة شوي اضطر النجار يعلي الدرفات لان الحجر اللي مركبينه بين المجلة وبين الدرفات بده يروح شكله كلياته اذا بده ينزل الدرفات فاضطر يعلي المطبخ أكثر فهي المشكلة عن جد أنا لهلأ بتضايق أنه عملت شيء بإيدي وما طلع مثل ما بدي وكتير ناس بصير معها نفس القصة ما بعرف ليش بعض المعلمين بيشتغلوا من راسهم بدون ما يسألوا طيب أنه أنا حددت لك شيء بدي إياه أنه ليش لا تغير حتى كان عاملنا ميلان بالمجلة تصوروا المي بتروح للزاوية هو نحنا ما كنا بنعرف يعني معلم ففي حدا دلنا على هذا وللأسف يعني هيك كان نصيبنا معه بس عن جد الدهان النجار شغلهم عن جد رائع بكل معنى الكلمة يعني ما في حكي كان أبدا على أي نقطة كانوا عاملينها بالبيت هي الزاوية جبتها حطيتها هون وعندي هذا التوستر حطيته بقلبه حطيت هاي الزرعة هون لحتى اخفي مفتاح الغاز وهيك بيكون شكل هاي الزاوية شو رأيكم بالمشتريات لسه كمان في شوية منظمات هلا بعرض لكم وبقلب التوستر يعني ما فيني <applause> بكون ساك بزيت وزعتر هذا المخبأ السري يعني هاي المخابئ اغلبها بتكون موجودة بمعظم البيوت صح ولا لا دائما بيجي على البلكون حمام ستيتيات عصافير غربان بنحط مي مثل ما شايفين على طرف البلكون حتى يشربوا وانا مشروب المفضل هو المتي بشرب مشاريب مشكله مثل الزهورات القهوه الشاي نسكافيه شغلات بارده بس اللي بدور ما بلاقي حال غير عم اشرب متي يعني بحسها هي رفيقتي طول النهار وخاصه وانا عم اشتغل وانتو شو هو مشروبكم المفضل اليومي اكتبوا لي كمان بالتعليقات حبيت شارك معكم بهي الفكرة يمكن البعض ما يعرفها غالبا لما بنحط كاسات او شغلات مرتفعة هذا الدرج ما بيسكر معنا عندكم بهذا الدرج مثل قبطين مثل مشايفين لون دولاب من الجهتين تضغطون لتحت وبينزل معكم الدرج وهيك تقدروا تنزلوه وترفعوه حسب ما بدكم وتحطوا الشالات اللي بدكم إياها حسب حجمها هلأ في كتير من الصبايا اللي بيتابعوا قناتي بيطلبوا مني أنه صور لهم أماكن منروح عليها أو مثلاً مطارح فيها شيء هلأ من فترة كان في معرض لإكسسوارات البيت هلا هو كان على ثلاث ايام نحن رحنا باخر يوم واخر ساعه ونص فكان الاغلب مسكر ومضبضب تقريبا بس قلنا بنروح نتفرج بنشوف شو فيه كانوا عاملينه باضخم وافخم اوتيل بطهران اسبيناس بلاس عن جد اطلالي ومكان بجنن في له هيك مطعم وتراس وقعده كتير ظريفه بترككم شوي مع الاطلاله ذكرني هالمكان بإطلالة جبل قاسيون بالشام عنجد هيك بتحسوا بتشوف الشام كلياتها أو المدينة كلها كتير منظر حلو نحنا كان هاي أول مرة بنجي على إسبيناس بلاس بنحضر هذا المعرض الموجود فيه فتنا أول شي على الريسبشن قالوا لنا إنه المعرض بقاعة منفصلة خارج المبنى حتى ما يصير في عجقة بالريسبشن تحت فعاملين صالة العرض لحالة رحنا يعني كانوا في هيك كم شركة موجودين لأنه نحن قلت لكم رحنا بآخر وقت تقريبا في قبضات للبواب مسكات للدروج للخزن نحن يعني بنحب نتفرج على هاي الشغلات إذا في شيء جديد نازل ناخد فكرة على الأسعار ناخد فكرة عن الموديلات لو ما بدنا نشتري بس بحب الواحد يتفرج كمان في اقفال الكترونيه حديثه لابواب الشقق او الابنيه بشكل عام يعني في شغلات هيك ظريفه حلوه وكمان في شيء كان خاص باكسسوارات الحمام كتير حبيت واشكال للمغاسل شوفاجات الحمام مثلا بلون ذهبي او لون اسود يعني حسب الاكسسوارات اللي اخذينها للحمام بتاخدوا الشوفاج مثلا مو انه ابيض بس المعروف في كمان افكار حلوه لخزن المطبخ او لخزن الملابس تقطيعات هيك ظريفه انا وزوجي كثير بنحب نشوف ونتابع هاي القصص حتى لو نحن ما بحاجه بس هيك هاي القصص تهوينا كثير بنحب نشوفها نطلع عليها شو نازل افكار جديده حتى لو كان على السوشيال ميديا يعني صور في بعض الحسابات بتنزل كمان أفكار للبيت إن كان مثلا ديكور أو كان فكرة مثلا لعمل زاوية معينة أو ممكن إكسسوارات لخزن أبواب أقفال يعني بتحسوا هاي اللمسات هي اللي بتفرق وتبين البيت وفخامته أه بحب الواحد يغذي بصره مثل ما بيقولوا أه ويطلع على افكار ويحط براسه ممكن مع الوقت ينفذ فكره معينه يغير شوي ببيته لو ما اجت مثلا 100% مثل ما هو شافها ممكن يقربها اكثر حسب طبعا ما يناسب بالبيت شوفوا معي هدول ما اخذ كهرباء لهم فتره دارجين مخفيين كتير حبيت شكلهم حلوين خرج مطبخ مفتوح ينحطوا على الكاونتر الموجود مثلا مشان الاطفال ما يلعبوا بالكهرباء وكمان فكرتهم حلوه انه نحن ما نبرز ماخذ ما الكهرباء انه ينعمل بطريقه مسطحه وناخذ كذا مطرح وكمان يقولوا USB اس بي وتايب اذا حبينا نشحن اجهزه او شيء بيشتغل على يو اس بي وخرج كمان الحمامات يعني مو بس المطابخ او غرفه نوم شوفوا في شيء افقي في شيء عامودي مع غطا يعني عن جد أفكار حلوة ومتعوبة عليها كمان هدول اشتريتهم من فترة هي السكينة استعملوها كتير بالمطاعم لتنعيم الخضرة أو تنعيم عجينة الكباب او مثلا نعمل لحم مجرمشه او بنقلها على الصيف كمان جبت هاي المصفاي كتير لقيتها هيك ظريفه وعمليه جبت كمان صواني بيتزا هدول رائعين كتير وبيطلعوا كانه عاملينهم بفرن حجري او افران البيتزا هدول جبتهم من محل تجهيزات المطاعم وليس الادوات المنزليه هدول جبتهم من مول من قسم ادوات منزليه هاي ممكن نحط فيها علب كاتشاب او صوصات ممكن زيت هيك على السريع جنب الغاز وجبت كمان هاي المنظمة للدروج ممكن نستعملها لكتير شغلات ممكن نستفيد منها لداخل خزن الملابس أو المطبخ ممكن إذا عندك بيبي صغير تحطي له التياب الناعمة بقلبها أو ممكن لزوجك جوارب أو جرافيت أو هيك شغلات ممكن كمان نحنا نستفيد منها إذا نحط حجابات أو إكسسوارات ميك اب عطور يعني هاي الشغلات الناعمة ظريفة وتركيبة سهل ما بدها شيء أبدا وأنا جبت منها تنتين ممكن كمان نحنا نعمل شكلها حسب نحنا شو بدنا نحط بقلبها ممكن نحط فيها مناشف بشاكير أو أي شيء بيلزمنا إذا بالمطبخ تحطوا فيها فناجين الناعمة فناجين القهوة أو كاسات صغيرة وما شابه حلوة هاي القصص والمنظمات كمان جبت هاي الديسك الدائرية نحط عليها الزيوت اللي بنستخدمها بشكل دائم للطبخات جبت كمان كم شغلي للفلفل للفليفلي للملح يعني الشغلات الأساسية اللي بنستخدمها بشكل يومي فبدي أحطها جنب الغاز جبت وحده للزيت النباتي وحده لزيت الزيتون أه بدي اغسلهم وبعدين أه نشفهم وحط فيهم أه الشغلات اللي بدي استخدمها عن جد شد بتحس ست البيت خاصه لما بتجيب شغلات تريحها وعمليه وتنظم فيها المطبخ او الخزن بشكل عام او البراد كتير هاي المنظمات هلا هل دارجه واغلب الناس حبتها وعم تستخدمها بس في بعض الشغلات بتحسوها هيك زياده فزلكي يعني انا بالنسبه لألي يعني شيء ما لازمني مو ضروري اذا شفته لازم جيبه انا بجيب الشيء اللي انا بناسب مطبخي وحتى ما اصرف كثير وجيب شغلات زيدة بمطبخي وزيد الكركبة بزياده أنا من الناس اللي كتير بحب أتخلص من الغرض إذا ما كان لازم حتى لو كان شكله جيد وأنا ماني بحاجته بعطيه لحدا أنا ما بحب الشي اللي بيكون عن جد زيادة هلا هون أغراض صاحب البيت في حاطط لي كتير قصص بالبيت أنا ما حبيتها ولا رح تلزمني جمعتها لهم ياها بالمستودع بكل بناي في مستودعات خاصة تحت بالبيسمنت ممكن واحد يحط الشغلات الملازمة فجمعت له قسم مني حتى البيت الأولاني كمان في أغراض ما بتلزمني فأنا ما بحب كركب حالي بأمور ما فائدة وأغلبنا هيك بيعمل مثلا إذا حاب تجيبي أغراض ومليتي من أغراضك القديمة لا تخليها إذا ما عم تستعمليها تبرعي فيها لحدا تأخذ فيها ثواب ونفس الوقت انت بترتاحي. اغلب الناس بتتمسك بالاغراض وخاصه اذا كانت قديمه بيقولك بتلزم بعدين. شو عم تعمل يا حماده؟ عم بعمل طابي باي. شو عم تحزق؟ فينا يعني. هيك شغل صعبه. برافو شغلات، مو أحسن ما تتفرج على الموبايل؟ لا؟ إيه حتى تتفرج على الموبايل؟ إيه بس هيك شغلات هيك بتنشط الذاكرة أكثر، صح؟ إيه أنت بتحب هاي الشغلات <applause> شو <شوفها البطل. تصفيق> صفا هاي الحازوقة <applause> <applause> حلو الواحد يعمل هيك افكار شو عصبجت؟ لا فكرة انا بحب هذا اكتر من الروبكس كيو ليه؟ لانه هذاك محدود شوي هذاك هاي الاشكال يعني ايه واو اتس اميزينغ ويل دان كثير حلو مين عنده مثل هي احلى احمد لايك like? لايك like لابو احمد اذا حبيته الكره اللي شكلها رجع فكها ما شاء الله يعني رعد كان فظيع ذاك الوقت تصورت يعني كنت قاعده عم صور ما بقى فيني اوقف من كتر ما رعدت وبرقت تحسها عن جد الاصوات كثير مخيفه سبحان الله أه هون كنت عم جهز استديو صغير بالبيت مشان تصوير هلا بحكي لكم ليش أه انا ولا مره عملت استديو بالبيت رغم اني بصور القناه بس بصور بالبيت او بالمطبخ او بزاويه حبيت اعمل استوديو بلشت اجهز له معدات آه جبت كمان آه كاميرا الكاميرا رح تشوفوها على الانستا ما رح اعرضها بالقناه الرابط آه آه الانستا بصندوق الوصف جبت آه شنطه للكاميرا واللينسز والتوابع تبعها آه شوفوا شكلها كتير حبيتها عملية كتير مليانة يعني هيك قصص وافكار شيء للبورتبل شيء للتاب شيء كمان للترايبود يعني يعني مجهزينها شو ما حمل المصور معه بيقدر يحط فيها عن جد مليانه شغلات شوفوا هون بحط الترايبود مثلا له بندات بتتسكر حتى ما يوقع على الطريق آه، كمان مزوده بسفنج دبل حتى تحمي المعدات اذا وقعت الشنطه او اجاها شيء خبطه او ضربي آه، كمان في آه، الى ووتر آه، بروف اذا مطرت ممكن نسحب الكيس ونغلف الشنطه او اذا كنا رايحين نصور بشي مكان وفجاه مطرت كمان مشان نحمي الشنطه والمعدات اللي بقلبها كثير حبيت الشغلات الموجوده فيها آه، كمان آه، الى فتحه جانبية، إذا كانت الشنطة بالظهر حتى ما نفتح السحاب الكبير، بدنا ناخذ الكاميرا، نفتح بكل سهولة وبنسحب الكاميرا، يعني أروع من هيك أفكار ما في. هلا بدكم تقولوا لي ليش اشتريت هدول المعدات، جبت كمان باك جراوندات أسود وأبيض، أه كمان باك خشب مشان الخلفيات. أنا سجلت بمعهد ثلاث دورات وحدي برودكت منتجات وبورتي تصوير اشخاص وكمان آآ للفوتوشوب آآ حبيت انه هيك بما اني بالغربي اني اكسب الوقت اللي انا قعدته هون دائما الغربي هي مجال لنا لحتى نستفاد من وقتنا ومن شبابنا لازم دائما نتعلم اشياء جديده حتى لو كان على كبر العلم ما في خجل انا صح عندي شغلي وقناه اليوتيوب وصلي عم اشتغل عليه أكثر من خمسة سنين بس ما في شيء بدوم يمكن عالم السوشيال ميديا أو اليوتيوب ينتهي بيوم من الأيام فأنا لازم أفكر للمستقبل البعيد لازم أعمل شيء لإلي فيما بعد أسس حالي أتعلم مهنة أتعلم كار أتعلم مصلحة أه ما ضلني قاعدة هيك حتى لو أنا ماني بحاجتا بس ما أقول إني أنا ماني بحاجة وعندي كل شيء ومو ناقصني شيء الانسان دائما بحاجه، يمكن تيجي ظروف تغير مسار الحياة كلياً، وتنقلب حياتنا رأساً على عقب، وإن شاء الله ما بتصير هيك، بس الحقيقة هي هيك، في ناس كتير عم تمر بظروف كانت حياتها يعني مستقرة وعندها أرزاق وأموال ما بتاكل النيران مثل ما منقول. إجت ظروف خلت كل شيء يخسروه. ورجعوا للصفر ويرجعوا يأسسوا من جديد وصاروا يشتغلوا عند العالم بشغل ما كانوا هني يشتغلوا فشوفوا إنه مشان ما نوصل لهي الظروف دائما نحن جاهزين حالنا لأي ظروف قاسية يعني مثل معنا سلاح بجيبتنا نطلعه ونستخدمه صح أكيد في كتير ناس كانت أصحاب مصلحة اجتها ظروف اضطر غيره المهني لشيء تاني فنحن دائما معرضين لنغير اشياء بحياتنا يمكن ما نحبها بس هيك حكمت الظروف انا يعني بحب اني اقول هذا الشيء لكل ست بيت قاعده هلا ببيتها ما عندها شيء عم تعمل او عم تدور على شغل في مليان قصص تتعلميها كوني جاهزه لاي شيء ممكن يعني هلا دارج كثير انك تعملي شمع تركبي عطور مباخر في كمان فن الريزن او الكونكريت او جبسيات صواني الطراز يعني في كتير شغلات هلا صوايا كتير عم يلجؤوا وعم يعملوها وعم يطلع معهم قصص كتير حلوه بالبيوت فيك تتعلمي هيك شغلات اذا ما بتقدري وما عندك قدره ممكن كمان انك تعملي تواصي بالبيت او تتعلمي مهنه طبخ تطريز رسم صوف في كتير شغلات يعني فيك تعمليها وانت بالبيت بدون ما تطلعي اذا عندك ولادك او شيء حتى من النت فيك تتعلم كتير اشياء هلا بما انه عصر السوشيال ميديا بوقتنا اكسبيه باشياء مفيدة احسن ما تمضي وقت عم تتابعي جروبات ويوتيوب وفيديوهات بدون فائدة نستفيد من وقتنا يلي عم يروح هيك والميجات يلي عم تدفعي حق هديك الحسبة كسبية بشيء مفيد، أنا آسفة طولت عليكم بهذا الفلوج يمكن حكيت كتير بس حبيت شارككم بشيء أنا عم أسويه لنفسي فيمكن يكون هذا الشيء يغير نمط تفكير كتير من الإخوة اللي عم يشاهدوا هذا الفيديو ويغير هيك طريق يمكن يكون هذا الطريق يلي نحنا ما خاطر ببالنا نمشي فيه هو ضربة الحظ هو الرزقة يعني دائما جددوا وفكروا للأيام القادمة رح شارك معكم هلأ طريقة لعمل الوربات بعجينة البف بيستري رح ساويهم بالجوز أنا عم جهز بدي أخذ معي ضيافي يلي معي بالكورس لأن الكل عرف عندي قناة يوتيوب والأغلب اشترك فحابب يدوقهم شيء من اللي أنا عم ساويه قلت بعمل هيك شيء سريع راح لكم طريقه كيف تحصلوا على عجينه بف بيسري رائعه بالخبز اول شي رح اطحن الجوز الكميه هي حسب كميه العجينة اللي انتم عاملينها. عندي هون 700 جرام من الجوز طبعا قسم طحنته ناعم وقسم خشن حتى تمسك العجينه وحتى كمان نحس بطعمه الجوز رح احط اربع معالق من السكر وقطر او شيره باردة محضره مسبقا شي ثلاث معالق طعام لازم يكون القطر بارد كمان رح نستخدمه فيما بعد طريقته بصندوق الوصف آه فيكن تنكهوه حسب الرغبة أنا رح نكهو بماء الزهر فيكن تحطوا أسانس وفيكن تحطوا الماء الزهر المخفف أنا بالعادة بحط آه شوية مي على العجينة مشان يدوب السكر آه هون رح أحط ماء زهر سائل وماء زهر آه أسانس بس ما تكتروه حتى ما يطلع هيك مر فانتوا شوفوا حسب قوة الماء زهر عندكم، في ناس بتحط ماء ورد بس أنا بفضل ماء زهر أكتر وبحبه بصراحة أكتر، حطيت كمان معلقة شاي من القرفة كتير بتلبق مع الجوز وهي اختيارية بس بنصحكم فيها وبنقلب وهيك بتكون عنا الحشوة جاهزة. <تحدث> هون عم تسمعوا هي الضجة كان ابني عم يحضر أونلاين الفترة الماضية كان في تلوث كتير فكانوا عم يعطلوا المدارس وعم يخلون يحضروا أونلاين أه مشان ما يروحوا عليهم الدروس فحلوة الفكرة أنه يحضروا أونلاين وخاصة يعني وقت بلشت الكورونا أغلب المدارس أه صارت تعمل أه هذا الأسلوب حتى ما يروح أه دروس على الطلاب وهن هون كمان أه بيكسبوا هاي الفترة اللي بيكون فيها تلوث أنه يحضروا الأولاد وما يروح عليهم أبدا أي شيء انا كنت عم جهز الصبح للمخبوزات وعملت كمان طبخة ورحت على المعهد بعد الظهر هاي عم شارككم ببعض الشغلات اللي بساويها بالروتين اليومي عندي تلت ايام بالاسبوع معهد واليوم الرابع بيكون بالبيت تجي لعندي وحدي على البيت تعطيني دروس انا ما تعطيني من السنة الماضية هي عرفتني عاد المعهد وصرت تروح عليه لحتى أطور حالي أكتر آه هلا بعدين بحكي لكم اشياء تانية عن التصوير هلا خلينا بالطريقه دهنت الصينيه بالسمنه آه وهلا رح ابدا شكل العجينه آه اول شيء جبت المسطره وبلشت آه اخذ مقاسات بعدين قلت عم عذب حالي لغيت المسطره وصرت اطبق آه يعني العجينه بشكل مثلث واقطع الزوايا ما اجت آه كلياتها اني اعمل مثلث كامل رح يطلع شوي زيادة فأنا بدي اياهم يطلع هيك مرتب فكل شي زوائد قلت بدي أعمل منهم شوية معجنات مالحة خلينا على جنب مثل زعتر أو محمرة وما شابه شوفوا كيف بدي سكر العجينة بغلق الأطراف وبخلي الفتحة بالنص بحشي العجينة وبرجع بسكرها شي بسيط بخليها مفتوحة حتى تساعد العجينه تنهض بالفرن، لا تسكروها على الاخر لانها بتضلها مكتومه ومعجنه وما بتنفخ معكم. أه برجع بعد ما خلصهم تشكيل بدهنهم بالسمنه. هلا هي فيها نسبه دسم أه حاطين لها زبده بس ما بتكفي مشان تنهض اكثر رجع دهنوها بالسمنه وتكون بدرجه حراره الغرفه ما تكون لا بارده ولا ساخنه. فيكم تحطوا زبدي بدل السمنة ترجع تدهنوها مرة تانية صدقوني ما بتطلع تقيلة ابدا وبتطلع خفيفة ورائعة بعمل منها مالح وحلو بنفس الطريقة انا استعملت صينية الفرن لانها كبيرة بس شوي بتلدع لهيك بطنتها بورقة زبدة ودهنتها بسمنة بينما اذا استعملته صواني الومنيوم ما في داعي تحطه ورقة زبدة فقط تدهنوا الصينية بمسحة سمنة قبل وبعد ما تحطوا العجينة طبعا بنكون مشغلين الفرن من بداية العمل على أعلى درجة حرارة بنثبت الصينية بالرف الوسط ومنراقبها بس أخدت لون من تحت طفوا من تحت وشغله من الأعلى مع المراقبة وفتلوا الصينية حتى تاخد كل الصينية لون واحد جميل باقي العجينة رح أعمل خلطة زيت وزعتر وعندي كان حشوة مكدوس دبس فليفلي مع جوز وملح رح حط عليهم زيت زيتون ورشة سمسم وحبة البركة وفيكن انتو تحطوا اللي بدكم يعني فيكم تدهنوا شوكولا وتحطوا قطع شوكولا وتلفوا العجينة ممكن حط قطع جبنة كمان كله بيصير حطيت كمان على الخلطة معلقة من دبس البندورة يعني قربها هيك شوي للمحمرة طبعا المحمرة انا منزلتها في فيديو سابق بثلاث طرق كيف نقدمها مع المشاوي كيف نعملها هيك صحة مقبلات مثل المتبل أو بابا غنوج أو المسبحة أو الحمص رابطة بصندوق الوصف إلى ثلاث طرق عن جد كل وصفة أطيب من الثاني هي هيك بس سريعة بنحط الخلطات على العجين وبنلف دهنت الصينية كمان ببخس سبري زبدي الصينية من تحت وبعد ما شكلت العجين ورجعت كمان عملت لهم بخة من فوق او بتدهنوه بالسمنة او بالزبدة آه بدرجة حرارة الغرفة مثل ما قلت لكم الفرن نفس درجة الحرارة عالية تشغيل من الاسفل بس تحمرت من تحت تشغلها من الاعلى آه بفتل الصينية لما بدي شغل من الاعلى حتى تتحمر كلها بتاخد لون واحد بتطلعوا وبتركها على طاولة المطبخ بدون ما غطيها حتى ما تعجن بتركها بالعكس هيك تتنشف آه بجو الغرفة وبتركها تبرد هلا الصينية اخدت لون من تحت طفيت وشغلت من الأعلى وبخليها بنفس مكانها ما برفع لفوق شوفوا كيف بتبلش هلا تنهض بس اللي أخذت هيك لون خفيف برجع كمان بفتل الصينية حتى تاخد كل اللون موحد بطلعها وبحط لها قطر بارد ما بغطيها بتركها حتى ما تعجن هي مو مثل المعجنات العادية أو الكيك اللي نغطيها هي لازم تنترك تتنشف هيك تمام؟ ولا بترطب وما بتطلع طيبة لو تقدروا تشموا الروائح عن جد القرفة بتشهي هيك مع الجوز ريحتها هيك بتحسها بتملي البيت بتركها هيك تتشرب بالقطر وبس بردت فيني غطيها أكيد مو هي ساخنة حتى ضل محافظة هيك على قوامه وقرشته حبيت هيك لهم كم صورة قبل ما آخذهم معي على المعهد أه وخليت أه كم وحدة ضيافي أه لأن المساء بعد المعهد راح يجينا أه ضيوف على السهرة أه هلأ كمان راح أجهز سهرة خفيفة على جيتهم أه هني أه جيراننا من الأردن أه تعرفنا عليهم بالبناء الجديد وإجت يعني جارتي فترة بسيطة أسبوعين وردت رجعت على الأردن فكانت يعني هيك فترة كتير قصيرة بس حاولنا نشوف بعض قدر الإمكان طلعنا أول لقاء تعشينا برا سوا وبعدين أنا عزمتهم على البيت وعزمنا بعض هيك على السهرات فقضينا وقت كتير حلو الواحد بالغربي بيتونس لما بيكون في حدا اكيد عربي او من بلده بتحسه هيك بالونس اكثر بصراحه هدول يا جماعة طلعوا كتير كتير طيبين خاصة هيك الزعتر مع كاسة شاي يا سلام هلا أنا جهزت أموري وصار وقت إني انطلق وروح على المعهد هو متعب ثلاث ايام ورا بعض عندي يومين بعد الظهر ويوم الصبح فكان ضغط هيك اليوم التزام والمعهد يعني اربع خمس ساعات اقل شيء فعن جد بتحسه ضغط بس وقت ممتع حلو هي فتره شهرين ونص الدورات كلياتهم بس على ثلاث ايام بالاسبوع أخذتكم جولة معي بالطريق هي منطقة تانية غير منطقتنا اللي قاعدين فيها مرات بيصير زحمة كتير عندهم فترتين زحمة فترة الظهر وفترة المساء فعن جد الزحمة لا تطاق يعني مرات بتوقف السيارة بمكانها ما بتتحرك بس متأقلمين يعني تعودنا. نطلع بالوقت اللي بتكون العجقة أخف هو كيف ما تحركنا في سير بس في وقت كتير يعني بيخنق السير بصراحة يعني الزحمة أنا ما شفت بالهند قديها كبيرة ما شفت هاي الزحمة قد هون بطهران بس الحمد لله أخذنا طريق ما في كتير عجقة شوفوا العجقة على طرف الطريق أنا لأنه عندي فوتوشوب فلازم وصل على نفس الوقت حتى ما يروح علي شيء غير معهد البورتري او تصوير المنتجات في شيء بينعاد بس هون في شيء ما بينعاد ابدا طبعا شرح الدورات كله بالفارسي ما في شيء بالانجليزي ولا بالعربي كتير كان صعب علي اني افهم فقط على التطبيق انا مش عمل وقت شو ما استفدت قلت منيح احسن ما ضل قاعده بالبيت انا بعرف يعني نسبه بسيطه فارسي ما كتير وهني ما بيستعملوا الانجليزي لأن أغلب الناس اللي حاضرة هني من البلد، إيرانيين أه فأنا كان على التطبيق على النظر قدامي شو عم يصير أه أعرف التكنيك والبرامج كلها بالإنجليزي فهذا الشيء اللي خلاني إني أسجل وإتشجع يعني أكيد في معاناة بالموضوع في بعض المصطلحات بيستعملوها هي باللغة العربية فبيلفظوها هني بطريقة مختلفة طبعاً مثل زاوي زافية طبيعي طبيعي واقعان باقعان آه في بعض الكلمات كمان يعني بيستعملوها عربي حدي أقل حدي أكثر حتمن آه نعناع بيقولوا نأ نأنا موز موز الخيار خيار يعني في شغلات كتير آه سهلة وعربي بس اللفظ تبعه بيكون بعض مرات صعب وما بتطلع معهم الأحرف اللي نحنا بنلفظها آه، اللي فيها هيك تفخيم فكله بيكون خفيف مثل الانجليزي آه، بعد ما رجعت من المعهد بدي جهز للسهره مشان جيراننا آه، بدي اعمل عصير حصرم هذا جهزته انا بالصيف هلا بس بطلعه حابه ذوقهم اياه لو شتويه بس بتحسوه طيب حطيت له السكر وهو لساته مجمد ما داب قلت شوي هلا بدوب بالمي بحركه وبدوب السكر بنفس الوقت شغلت الفرن معي اقل من ساعه لازم اكون محضره كل شيء وزوجي راح يجيب هيك كم غرض أه بدي اعمل أه هيك كم شغلي استعنت بعجينه البف بيستري يعني بحسها هي العجينه المنقذه بصراحه أه بدي اعمل سندويش أه بارد فيها وصيت زوجي يجيب تركي وهيك مرتديلات مدخنة بس للاسف نسي فالحمد لله كان عن عندي انا مرتديلا عربيه دهنت الصينية مثل ما شايفين بمسحة سمنة بدي أقطعها وأتنيها للعجينة بشكل مستطيلات دون ما أضغط كثير حتى تنفخ معنا وبدي أدهنها كمان بالسمنة بعد ما شكلن ودخلها الفرن وبشوية مثل ما شويت الصينية يلي قبله إن كان حلو أو مالح وأنا رح أعمل متبل أفوكادو وعندي مسبحة بالبراد يعني نقرشات هيك بسيطة بالسهرة حبة الأفوكادو لازم تكون مستوية ما تكون هيك لساها عجرة أه بدي هلا أهرسها وأحط عصير ليمون حتى ما تسود ويتغير لونها بعدين نضيف عليه الإضافات طبعا الأفوكادو أنا عاملته بفيديو خاص بقناتي وعاملته كمان ضمن فلوجات صورته يعني مع فيديو طويل وهيك بحب يعني هاي الوصفة إني أقدمها دائما طيبة كمقبلات على السفرة طيبة هيك بالسهرة نقرشات لذيذة كتير وأي حدا بيجي بيحبها وخاصة يعني بهاي الطريقة عن جد يعني ما بيحب الأفوكادو رح يحبه حطيت عليهم معلقة من الطحينة حبة بندورة صغيرة مفرومة نصف كوب جوز الجوز أساسي بهالوصفة وحص ثوم مدوق مع رشة ملح رشة فلفل أسود كمان لا تذكر تعطي طعم طيب وكمان بترجعوا بتحطوا هيك رشة ملح غير الملح اللي حطيناه مع التوم ولازم بهالوصفة بقدونس بس هون كان المسا خالصين فما لقينا اذا عندكم حطوا بقدونس بيعطي طعم طيب كمان هيك شي معلقتين كبار واكيد زيت زيتون وبنخلط هون عم بعمل خلطة للساندويش أه عم احط خلطات من اللي عندي من البراد صوص أه أه فرنسي ومايونيز وشويه خردل مع شويه أه حد او شطه طبعا عادة أه بزيد عليها مخلل مطحون أه حبه بصل أه مفرومه كمان ناعم أه يعني هيك بتحسوا هاي الاضافات لذيذه بخلطها وبخليها على جنب مضي نص الوقت يعني قربوا يجوا جيراننا أه هون طلعت أه الصينية من الفرن تحمرت وبدي اتركها تبرد بعدين راح احشيها الوربات كنت انا تاركي صحن غير اللي أخذته على المعهد مشان اضيفهم عملت تنتين بحشوة القشطة يعني من قبل من الظهر عندي كان قشطة بالبراد بتعطي طعم كمان طيب مع هاي العجينة يعني فيكن بعد ما تخبزوا العجينة تحطوا القشطة ما تخبزوها وهي بالفرن هيك بلاقي أزبط للوربات بلشت اسكب مشان الضيافه حطيت حمص بهدول الكاسات اللي شايفينها على جنب وهلا عم احط الافوكادو انا بحب اقدمه مع خبز التورتيلا المقلي او خبز العربة حبة جوز وكمان راح احط شوي من زيت الزيتون ومثل ما قلت لكم اذا في بقدونس كمان زي بالبقدونس او البندوره المفرومه هدول وصيت زوجي يجيبهم محشيين جبني من محلات الكيك بيعملوا هيك قسم مالح فهدول لقيناهم طيبين وهيك عليهم نكهة أعشاب لذيذة وأنا كمان كنت عاملة الظهر هدول بحشوة الفليفلة والزعتر كمان حطيت صحن يعني طلعت هيك نقرشات خفيفة ومتل ما قلت لكم بدي أعمل سندويش فزوجي نسي يجيب الوصيته عليه فكان عندي مرتديلا بدي أفتح هلأ العجين وبدي احط هلا شريحه من البندوره والخس واذا في كمان يعني مخلل حطه كمان وبنحط شريحه المرتديلا وفوقها الصوص يعني سندويش هيك بارد لذيذ عملته قبل بيوم آه كمان حبوه ولذيذ هيك جنب القهوة وهاي كانت آه لضيافي بالإضافة للفواكه شو رأيكم سفرة هيك خفيفة وسهرة يعني لطيفة ونقرشات آه يعني ما بتلبك كتير اليوم الثاني الصبح عندي روحه على المعهد كمان عملت صندويش بالبف بيستري كان جايبه كميه وحاطه بالبراد فكان يعني البف بيستري العالمي هو بطل حلقه اليوم عم اعمل فيه كتير شغلات يعني تحسوا هاي العجينه بتوفر وقت ومجهود وطعم طيبة وانا ما عندي وقت بصراحه اقعد اعمل عجين وخمير وفطير ومدري شو فهيك اسهل شيء أه، نستفيد منها للحلو وللمالح بتشوفوا العجينه عن جد شقدها عم تنتفخ لما عم ندهنها بالسمنه من تحت ومن فوق تاخدوا نتيجه رائعه جربوها وشوفوا بهاي الطريقه تقريبا وصلنا لاخر دقيقه من الفيديو راح اخذكم معي بس هيك أه، تشوفوا كواليس أه، غرفه تصوير المنتجات غرفه مظلمه بالبيس من تحت يعني لازم ما يكون في إضاءة خارجي فقط المعدات اللي عم عليها حتى الانعكاسات انه ما تظهر وناخذ نتيجه رائعه للتصوير عن جد يعني ما بيخلص اول درس الا بتحسوا لازم ناخذ بريك فعن جد يعني خمس ساعات الدرس وبيناتهم هيك عشر دقائق بريك ووقت يعني طويل بس عن جد استفادة كتير حلوة وكنا جروب هوني خمسة أشخاص ما أكثر من هيك بس جروب البورتري كنا حوالي 15-16 شخص هو الفوتوشوب فكان يعني أرحم شوي كنا كل مرة هيك نجيب شغلة نصورها يعني تعلمنا تقريباً تصوير كل المنتجات الصور كلها راح نزلها على الإنستا لاحقاً هلا فترة بتعرفوا امتحانات المدارس وهيك فبعد ما يخلصوا ان شاء الله رح شارك كل شيء تابعونا على الانستا الرابط بصندوق الوصف واذا حبيتوا الفيديو بتمنى تحطوا لايك وتشاركوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم صح الفيديو طويل بس ان شاء الله يكون مسلي ويكون خفيف الظل بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد سلام